توماس هوبتشمان نجم شختار الأوكراني ومنتخب تشيك، وأعتقد أنه بالتأكيد في أوكرانيا وفي الجيل ده تحديدا من شختار اللي بنشوفه الحقيقة ضيف دائم على بطولة الشامبيونز ليج، يعتبر ملك متوج لأنه توج بالفعل مع شختار بواحدة من الألقاب الأوروبية، بطولة كأس الاتحاد الأوروبي قبل كده، واحد طبعا من نجوم المنتخب التشيك. هو ضيفنا في السادسة النهاردة من خلال تقنية الفيديو كونفرنس. بداية طبعا نرحب بيه معانا في السادسة ونشكره طبعا، شكرا ليك على مشاركتك معنا في السادسة، وأهلا وسهلا بيك على شاشة الأهلي. مساء الخير، أهلا بكم، شكرا على دعوتكم الكريمة. بعد مرور أربع جولات من دور المجموعات، إزاي بتشوف مستوى وأداء شختار الأوكراني في مجموعته، وهل بتشوف أنه عنده فرصة في التأهل للأدوار الإقصائية ولا لا؟ تابعت كل المباريات التي قام بها شختر، وأعتقد أنه أدى دورا بطوليا، وأتمنى له التوفيق. ازاي بتشوف مواجهة شختار دونستك وسلتك الاسكتلندي بكره في الجولة الخامسة، وهل بتشوف ان عنده فرصة او شختار ما زال يمتلك فرصة التأهل بعد ما حسم طبعا ريال مدريد المركز الأول لصالحه وضمن التأهل للأدوار الإقصائية؟ نعم، لديه بالطبع الفرصة للتأهل وأؤمن بذلك، وأعتقد أن مباراته الأخيرة مع ليبزيج كانت جيدة. يعني في أوقات كثيرة مش بس في نسخة الشامبيونز ليج دي، لكن حتى في نسخ سابقة وتحديدا في دور المجموعات اللي يمكن دايما بيبقى فيها فرصة للتعويض، بنشوف شختار الأوكراني بيقدم عروض قوية جدا وبيقدر يحقق نتائج إيجابية جدا، آخرهم طبعا التعادل مع فريق بحجم ريال مدريد حامل اللقب، بيقدر يتعادل مع بطل أوروبا. ليه مش بنشوف شختار عنده القدرة على مواصلة المشوار وتحقيق مفاجآت؟ صحيح نتكلم على أندية من العيار التقيل، لكن في أوقات كتيرة جدا أندية مختلفة في أوروبا عملت نتائج كبيرة في دوري الأبطال. أعتقد أن شختر فريق بحجم كبير ولديه القدرة على المنافسة، ولكن في بعض الأوقات كمثل معظم الفرق الرياضية يمكنه أن يخفق ولكن لن يموت. أنت حققت لقب كأس الاتحاد الأوروبي مع شختار أثناء مشاركتك كلاعب في صفوفه، ازاي قدرتوا توصلوا لتحقيق اللقب ده وانتوا بتنافسوا برضو يعني فرق اصحاب مستوى عالي جدا، ازاي قدر شختار انه ينجح في تحقيق اول القابه الاوروبيه؟ من الصعب الاجابه على هذا السؤال، ولكن أعتقد أن شختر فريق قوي وكان لديها الحظ بالفوز بهذه البطولة، ولكن أتمنى أن الوضع في الفترة القادمة يصبح للأحسن ويصبح لصالح فريق شختر فريقي المفضل. وأتمنى له كل التوفيق في الفترة المقبلة، مع وكذلك أتمنى التوفيق لمعظم الفرق الأخرى. يعني اسمح لي يمكن، وانت برضو الحقيقة كنت واحد من نجوم منتخب التشيك، دايما يمكن بيكون في نوع من المقارنة ما بين أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية سواء على مستوى الأندية أو على مستوى المنتخبات، لماذا لا تنجح المنتخبات؟ يمكن تشيك طبعا واحد كان في فتره من فترات واحد من اكبر المنتخبات في اوروبا، لكن بيبقى الاستثناء مش القاعده. ليه ما بتنجحش الكوره في اوروبا الشرقيه بنفس المقدار اللي بتنجح فيه في دول اوروبا الغربيه؟ من الصعب تحديد الخطأ في هذه الفترة أو في هذا الركود، ولكن أعتقد أن المنتخبات عليها أن تتمرن وتمارس أو أن تلعب
أن تعمل على نفسها أكثر من ذلك لكي تحقق النجاحات وكي تكون لاعبوها في معظم الأندية في قارة أوروبا كسابق عهدنا نحن اللاعبون التشيك في الأندية الأوروبية الكثيرة. ولكن في هذه الحقبة في الوقت الحالي تفتقر الأندية الأوروبية للاعبين التشيك. يهمني كمان بما انك طبعا واحد من نجوم الكرة التشيكية اخذ رأيك على يعني اذا سمحت لي اوصفه بضيف شرف المجموعة فيكتوريا بيلزن التشيكي اللي يمكن ما قدمش عروض على المستوى وباتت فرصته ان لم تكن فرصة طبعا شبه معدومة في التأهل. رأيك في مشاركته، رأيك في مستواه، وهل ده بيترجم تراجع مستوى الكرة التشيكية في السنوات الأخيرة من وجهة نظرك ولا لا؟ نعم، فيكتوريا بيلزن في المجموعة الأخيرة وفي المركز الأخير في دوري بطولة في الدوري، ولكن عليه أن يلعب بطريقة أفضل من ذلك، وعلى المنتخب التشيكي الذي أعتبره أن خسارة فادحة بأن يكون في هذا المستوى المتدني، وأتمنى أن يرجع كما كان في سابق عهده. رأيك عموما بقى بشكل عام في النسخة دي من بطولة دوري الأبطال، مين الفرق اللي لفتت نظرك؟ مين الأندية اللي ترشحها للوصول على الأقل للمباراة النهائية؟ حسنا، طبعا شاهدت مباراة عديدة وكان منها الكثير الذين لعبوا بمهارة والبعض الذين لم يكون الحظ حليفهم. طبعا أرشح من ضمن المباراة المنتخب الفرنسي، هذا على ما أعتقد. لا، أنا بتكلم على بطولة دوري أبطال أوروبا، مين الفريق أو مين النادي اللي أنت شفت أنه قدم مردود قوي وترشحه أنه يوصل للمباراة النهائية؟ لو في ثلاث فرق تختار مين منهم ممكن يوصل للمباراة النهائية أو يوصل لللقب يعني في النهاية؟ يهمني بطل المسابقة من وجهة نظرك كمتابع للبطولة. هو في الحقيقة أنا أرشح المنتخب التشيكي، بالطبع هذا منتخب بلدي الذي أتمنى له التوفيق وأتمنى له أن يعود كما كان في سابق عهده للعب والفوز ببطولة كأس أوروبا. طيب، يبدو ان السؤال مش واضح. كلامي على بطوله دوري ابطال اوروبا، انا يمكن هاجل ملف كاس العالم دلوقتي، انا بتكلم على دوري ابطال اوروبا. عندنا طبعا فرق قدمت عروض قويه، فرق ضمنت التاهل للادوار الاقصائيه، مين الفرق اللي ترشحها لفوز بلقب دوري ابطال اوروبا؟ دوري أبطال أوروبا سوف أرشح التشيك، وإن لم تكن التشيك فسوف أرشح فرنسا. توماس هوبتشمان نجم شختار الأوكراني ومنتخب التشيك، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا وعلى ظهورك معنا في السادسة. يبدو أن السؤال ما كانش واصل بشكل كبير.